السلام عليكم شباب، مع بعض ان شاء الله في Physical Therapy in Practice، العلاج الطبيعي على ارض الواقع. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن علم الاطالات Stretching Science. هنتكلم اول حاجه عن بعض المصطلحات في علم الاطالات زي الإلاستيستي والفليكسيبيليتي، وايه هي الانسجه اللي اقدر ان انا اعمل لها اطالات، ايه الانسجه في جسم الانسان اللي ممكن تقصر او ممكن تطول وبالتالي تحتاج ان انا اعمل لها اطاله. وكلنا بنسمع كلمة تايت وستيف وفيرم وشورت، فهل في اختلاف ما بينهم؟ ما اقول شورت تيشو، هل فيها اختلاف عن ما اقول ستيف تيشو، ولا هما كلهم واحد، ولا ايه الدنيا دي؟ تمام. وايه كلمة كونتراكتشر يعني ايه؟ وايه هو الاسترتش بوزيشن، وازاي اعمل الاسترتش، وايه السبب في ان بعض الانسجة بتقصر ونفس النسيج ده عند ناس تانية تطول؟ يعني ايه السبب ان انا ممكن يبقى عندي عضلة الهامسترنج قصيرة بينما عضلة الهامسترنج عند غيري طويلة؟ ايه اللي خلاها عندي تقصر وعند غيري تطول؟ هنتطرق للامور دي ان شاء الله. فاول حاجة هنتكلم عنها هي الالاستيستي. الالاستيستي وهي الابيليتي تو بي ستريتشد. هنتكلم عن ايه هي الانسجة اللي اقدر اعمل لها اطالة، دي كلمة الاستيستي. طب فليكسيبيليتي هي الابيليتي تو بي بندد، القدرة على الانحناء واخذ الحركة باليونة، يبقى الفليكسيبيليتي هي اليونة، بينما الالاستيستي هي القدرة على الاستطالة. الالاستيستي القدرة على الاستطالة، والفليكسيبيليتي القدرة على الانحناء والليونة. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان السكن والفاشيا والمسلز عندهم القدرة على الاثنين، الالاستيستي ان هم يحصل لهم استطالة، والفليكسيبيليتي ان هم يحصل لهم انحناء، بينما الليجامنتس هاف الاستيستي فقط، ما فيهاش فليكسيبيليتي، ما فيهاش قدرة على الانحناء او انها تنتني. يعني الليجامنت بيتحرك لكنه مش بينتني، الليجامنت ممكن يحصل له استطالة انه يطول او يقصر لكنه مش بينتني. طب والمعلومة دي هتفيدني في ايه؟ ولا اي حاجة. الاستفاده الوحيده انك مش هتشغل دماغك فيها بس، لان بلاقي ناس كتير قوي شغله دماغها، طب دي الاستيستي ولا دي فليكسيبيليتي وايه الفرق بين الاثنين؟ انت كده عرفت الفرق بين الاثنين بس عشان تزحى عن دماغك. اما لو جه قال لك ان التيشو ده ماشي هاف ليس فليكسيبيليتي او ديكريزد فليكسيبيليتي، اعرف ان بيقصد فليكسيبيليتي والاستيستي، يعني المصطلحين بيشملوا بعض. لو قال لك الاستيستي فهو يقصد الاثنين، لو قال لك فليكسيبيليتي فهو بيقصد الاثنين، بس انت زيح بس المعلومه عن دماغك. تاني حاجه هنعرفها ان كلمه تايت تيشو بتساوي ستيف تيشو، يعني ان اقول لك الانسجه دي تايت ناشفه هي الانسجه دي ستيف متيبسه، وهي الانسجه دي فيرم قويه يعني غليظه، وهي اما اقول لك الانسجه دي شورت الانسجه دي قصرت طولها قصر، اذا فتايت بتساوي ستيف بتساوي فيرم بتساوي شورت. والاربعه معناهم ان حصل ديكريز الاستيستي او فليكسيبيليتي او الاثنين وكلهم واحد. يعني كل المصطلحات دي الست كلمات اللي قلنا عليهم يعتبر واحد، تايت بتساوي ستيف بتساوي فيرم بتساوي شورت بتساوي ديكريزد الاستيستي بتساوي ديكريزد فليكسيبيليتي، وكلهم بيؤدوا في الاخر لمشكله واحده بس بتكون عندي، وهي الديفورميتي. والديفورميتي هي خلل في مظهر او في حركه المفصل. يبقى الديفورميتي هي خلل في مظهر او حركه المفصل. زي ايه الديفورميتي؟ زي ان يكون واحد عنده قتب، واحد عنده رقبته طالعه لقدام فورورد هيد، واحد عنده انحناء بزياده في الكيرف بتاع الرقبه نون هايبر لوردوزيس، واحد عنده كتافه طالعه لقدام شويه كده في ان عنده فورورد شولدر او راوند شولدر او ابدكتد سكابيولا، وهكذا يعني اشياء من هذا القبيل. فبيكون عنده تايت وهي هيها ستيف وهي هيها فيرم وهي هيها شورت ماسلز او ليجامنت او سكين او خلافه، المهم انه بيكون عنده نسيج قصير. طيب هننتقل لكلمة كونتراكشر. يعني ايه كلمة كونتراكشر عشان ما تشغلش دماغك بيها كتير؟ هي معناها سيفير تايتنس او سيفير ستيفنس او سيفير فيرم تيشو او سيفير شورتنينج اوف ذا تيشو، يعني كلهم بمعنى واحد، بس كونتراكشر بمعنى كلمة سيفير. سيفير ايه بقى؟ سيفير ان الانسجة دي قصيرة، يبقى الانسجة ما تقصر بقوة وبغلظة بشكل كبير، دي اقول عليها كونتراكشر. طب بيكون ايه سبب الكونتراكشر ده؟ ان يكون حصل فايبروزيس، سيفير فايبروزيس. ايه اللي بيحصل؟ ان النسيج ما بيحصل فيه ضرر كبير قوي ما بيقدرش يعوض الضرر اللي حصل له ده بنفس النوع بتاعه، يعني العضله ما بتقدرش انها تكون نسيج عضلي تاني بسبب مثلا ان الضرر اللي حصل فيها اكتر من 50% مثلا، ماشي، فما بتقدرش تعوض النسيج بتاعها بنسيج عضلي، فبتعوضه بحاجه اسهل واقل الاستيستي واقل فليكسيبيليتي واقل فانكشن، ماشي، وهي الفايبروزيس. فحدوث سيفير فايبروزيس ده اسمه كونتراكتشر، ان حصل سيفير تايتنس، ده معنى كلمه كونتراكتشر. طب بعد كده كلمه ستريتش، يعني ايه ستريتش بقى اللي احنا ستريتشنج ساينس اللي معانا النهارده؟ هو ريستورنج النورمال تيشو لينث، النورمال تيشو لينث مش النورمال فانكشن، انا بعمل ريستوريشن للنورمال تيشو لينث، ان بيكون عندي الاستيستي او فليكسيبيليتي لكن ما بيكونش عندي قدره على انقباض العضله. يعني انا لو جبت النسيج العضلي اللي حصل فيه فايبروزيس
لو حصل فايبروزيس وعملت ستريتشنج، فانا عملت ستريتش للفايبرز الجديده، النسيج الوحش الجديد، كل اللي عملته ان انا عملت اطاله، تمام، رجعت العضله للنورمال لينث بتاعها. لكن هل النسيج اللي تم استبداله ده الفايبروزيس دي هيحصل فيها انقباض عضلي؟ لا طبعا. فانا الاستريتش مش معناه اني رجعت وظيفه العضله كما كانت، انا معناه ان انا رجعت الطول بتاع النسيج ده كما كان. اما الفايبروزيس دي بتحتاج ريليز، حاجه زي الفاشيا ريليز اللي اتكلمنا عنها في فيديو سابق، فدي اللي هتعالج معايا الفايبروزيس. ولو فايبروزيس تقيل قوي اللي هو كونتراكشر تقيل، ده بيحتاج عمليه، بيحتاج سيرجيكال ريليز. يبقى استرتش معناها ان انا بسترد الطول الطبيعي بتاع النسيج، مش بسترد الفانكشن بتاعته. طب الاسترتش بوزيشن يعني ايه؟ اما اقول لك حط لي المريض ده في استرتش بوزيشن، الاسترتش بوزيشن هو اللي فيه النسيج او العضله بتوصل للفول افيلابل لينث، للطول المتاح ليها، الطول الكامل. يعني انا قلت لك ارفع دراعك لفوق، واحنا عارفين ان الشولدر رينج في موشن بيوصل لحد 180 او 190، فلقينا ان الشولدر بتاعك وصل لحد 160، ف 160 لا ده معناه ان عندي باثولوجي، عندي مشكله، في نسيج عندي قصير، سواء ليجامنت، سواء كبسول، سواء فاشيا، سواء مصل، سواء سكن، في نسيج فيهم قصير. النسيج ده اما وصل عند ال 160 ما بيطلعش اكتر من كده. اذا فاقصى طول يقدر عليه العضلات بتاع كتفي انها تتحرك وتوصل في الليونه هو عند الرينج بتاع 160. اذا فعند الرينج ده بدايه الاسترتش بوزيشن بتاعي. يعني انا لو دخلت في 165 هبدا احس بستريتش بين تقيل عند ال 165، فالاسترتش بوزيشن هو ان انا وصلت لاقصى طول للنسيج وحاسس بستريتش بين خفيف قوي، استريتش بين خفيف في العضله او في النسيج اللي انا بعمل عليه الاسترتش. اما الاسترتش نفسه هو ان انا بدات احس بستريتش بين اقوى شويه، مودريت استريتش بين. يبقى الاسترتش بوزيشن هو ده نقطة البداية بتاعت الاسترتش، ده مش معناه ان انا دخلت في الاسترتش، ده نقطة البداية بتاع الاسترتش، اسمها الاسترتش بوزيشن او الاسترتش بوينت. طيب، بعد كده هنتكلم عن causes of deformity، سبب حدوث الديفورميتي، ايه السبب في ان بعض الانسجة طولت او بعض الانسجة قصرت؟ النسيج ده عندي عضلة الهامسترنج قصرت، عند غيري طولت، ايه السبب في حدوث التغيير ده او حدوث المشكلة دي؟ وايه سبب حدوث ان العضلة تطول او تقصر من الاساس؟ هما سببين اتنين ما لهمش تالت، ان اكتف لايف ستايل وبرولونجد بوزيشن. يبقى كوزز اوف ديفورميتي هو ان اكتف لايف ستايل وبرولونجد بوزيشن. طب يعني ايه الكلام ده؟ الان اكتف لايف ستايل معناها انك مش بتتحرك كتير في يومك، اغلب يومك قاعد، اغلب يومك مش بتعمل تمارين، انت يعني حركتك كسول في اغلب يومك، فالان اكتف لايف ستايل بيسبب ماسل ويكنس. طب الماسل ويكنس اللي هو ضعف العضلات بيسبب ان العضله يا اما تقصر يا اما تطول. يبقى البدايه عندي بالان اكتف لايف ستايل وهي ان العضله يحصل فيها ضعف. طبعا اشهر سبب لضعف العضلات هو الان اكتف لايف ستايل، بس ممكن العضله تضعف باسباب تانية زي ان العصب بتاعها اتقطع، زي ان يحصل دامج في العضله نفسها، زي يجي تروما في العضله، يعني الاسباب كتير لكن اشهرها هو الان اكتف لايف ستايل. فسبب لي ماسل ويكنس، الماسل ويكنس عضلاتي ضعيفه، ما ينفعش جسمي يسيب العضلات ضعيفه، العضلات الضعيفه لازم يا هتطول يا هتقصر كادابتيشن، كتكيف مع ضعفها وحالتها الجديده. طيب بناء على ايه بقى تقصر او تطول؟ بناء على البرولونجد بوزيشن. البرولونجد بوزيشن بيسبب ان بعض العضلات الاوريجن والانسرشن بتاعها بيقربوا من بعض، وبعض العضلات الاوريجن والانسرشن بتاعها بيبعدوا عن بعض. يعني انا لو عندي كيفوزيس، عندي اتب، وطي كده لقدام، خلي عندك اتب، هتلاقي ان عضلات الشيست ماسلز اللي هو البكتوراليز والابر ابدومينال ماسلز هتلاقيهم الاوريجن والانسرشن بتاعهم قربوا من بعض، بينما عضلات الابر باك من ورا زي عضلات الترابيزيوس وعضلات الباراسبيناليز هتلاقي ان الاوريجن والانسرشن بتاعهم بعدوا عن بعض. فالعضلات اللي الاوريجن والانسرشن بتاعها بعدوا عن بعض بتطول العضلات دي، جيت اولينجيتد، بينما العضلات اللي الاوريجن والانسرشن بتاعها بيكونوا كلوز تو ايتش اذر وقريبين من بعض بتبقى تايت اند شورت. طب انا اللي يهمني هي العضلات الالونجيتد ولا العضلات التايت وشورت؟ يهمني الاثنين. العضلات الالونجيتد لازم اقويها، وبقويها بكونسنتريك اكسرسايز، وده ممكن تلاقيه في فيديو تاني اتكلمنا فيه عن انواع الاكسرسايز واهميه كل نوع منهم. فالكونسنتريك اكسرسايز بيسبب لي ان الانسجه تقصر، فانا محتاج العضلات اللي طولت دي محتاجها تقصر، فبستعمل كونسنتريك اكسرسايز. بينما عضلات التايت والشورت دي اللي بعمل لها الاسترتشات بانواعها، الاطالات بانواعها. طيب اللي يخصني في الاسترتش ساينس النهارده هو العضلات التايت وشورت. احنا بنستهدف الانسجه التايت وشورت عشان نرستور النورمال لينث بتاعها، عشان نرجع طولها تاني للطبيعي وبالتالي نحسن من الديفورميتي.
بس لو الكلام على العضلات وبنتكلم عن النسيج العضلي بالذات ان هو تايت وشورت، فانا العضله عندي قصرت نتيجه انها ضعيفه. طب انا دلوقتي عملت لها الونجيشن وعملت لها ستريتش وطولتها، بس العضله لازالت ضعيفه، يبقى ايه اللي انا كسبته؟ لانها هترجع تاني تديفورم باك انتو شورت ماسل، هترجع قصيره تاني. اف نوت سترنسنز، لازم تتقوى العضلات دي. يبقى العضلات بالذات، يبقى اي نسيج في العموم بعمل له ستريتش عادي جدا والستريتش بتاعي خلص الموضوع على كده، بينما العضلات بالذات لازم طالما هعمل العضله ستريتش لازم 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 اعمل لها سترينسنج قبل او بعد السيشن بتاع الاسترتش. وبالتالي هنستنتج ان الشورت ماسل هي ويك ماسل، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. طيب تاني جايد لاين معايا نقطه مهمه جدا، ان اوعى تعمل ستريتش للجلد او للفاشيه او للمصل او للليجامنت الا لو انت مخطط وحاطط في البروجرام بتاعك انك تعمل تقويه للعضلات اللي بتدعم النسيج ده. يعني انت جاي تعمل ستريتش لللاترال اسبكت بتاع النك لجنب الرقبه كده من ناحيه اليمين مثلا، تعمل ستريتش للسكن او للفاشيه او للمصل بتاع الحته دي، لازم قبل ما تعمل ستريتش او بعده تعمل سترينسنج للعضلات اللي بتدعم المكان ده وهي اللاترال نيك ماسلز. لو هاجي اعمل ستريتش للانتيرير كروشيت ليجامنت اللي الرباط الصليبي الامامي، قبل ما اعمل له ستريتش او بعده لازم اكون عامل سترينسنج للهامسترنج ماسل. لازم الهامسترنج هي اللي بتدعم الرباط الصليبي الامامي، فبالتالي عندي اصابه في الرباط الصليبي الامامي ومحتاج اعمل له ستريتش، لازم اعمل تقويه لعضله الهامسترنج. طب لو انا ما عملتش التقويه دي بعد الاطاله، يبقى كل اللي انا عملته ان انا حليت مشكله وخلقت مشكله ثانيه. لان العضله او الجلد او الليجامنت او الفاشيه اي حاجه فيهم لما بتقصر بتقصر عشان تدعم المكان اللي هي فيه، فانا كده شلت الدعم عن المكان ده، فكده هيحصل اوفرلود على المكان ده على العضلات وعلى الجوينتس، فهيسبب لي وجع بزياده اكتر من اللي الشورت تيشو كانت مسبباه. يبقى انا حليت ايه؟ فلازم دايما القاعده دي تكون في دماغك، ان طالما هعمل اطاله لسواء سكن او فاشيه او مصل او ليجامنت لازم اعمل تقويه للعضلات اللي بتدعم النسيج اللي انا بعمله الاطاله ده. طيب نقطة كمان، كلمة الفاشية في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه فاشية ولا ايه قصتها ايه. الفاشية من ضمن انواعها الكفرنج او الكونكتنج فاشية اللي هي الفاشية لاينز، ويعني ممكن تكون سمعتوا عنها، والانفلتريتنج فاشية اللي هي المصل فاشية النسيج اللي جوه العضلات اللي هي الاسمنت اللي بيربط الطوب بتاع العضلات من جوه، والاستراكشرال فاشيا وزي الليجامنتس زي التندونز زي الكبسول. عايز تعرف اكتر عن الفاشيا والفاشيا ريليز احنا كنا اتكلمنا عنهم في فيديو سابق. معلومة كمان نحب نأكد عليها، وهي ان العضلات الطبيعية اللي طولها طبيعي والفانكشن بتاعتها طبيعية، العضلات دي ما بتوصل للفول لينث بتاعها، ما بتوصل لنهاية الرينج بتاعها، اما بتيجي عند الاستريتش بوزيشن بتاعها الطبيعي انها تكون انك تكون حاسس فيها ب 10% ستريتش سنسيشن، انك تكون حاسس بسنه اطاله كده. يعني انا جيت عند الشولدر وجبت لحد 180 درجه ولقيت ان عادي انا مش حاسس بحاجه، 180 190 درجه ومش حاسس باي ستريتش في اي عضلات من العضلات اللي بتعكس الحركه دي، زي البيكتوراليز زي الروتيتور كاف زي الداون وورد روتيتورز بتوع الاسكابيولا، مش حاسس فيهم باي ستريتش سنسيشن، الكبسول بتاع الشولدر مفتوحه خالص. ده معناه ان انا عندي ويكنس في العضلات دي، العضلات دي النورمال بتاعها ان اكون حاسس بسنه سنسيشن خفيفه قوي اول ما اوصل لنهايه الرينج بتاع المفصل. طب لو ما حسيتش معناه ان العضلات دي محتاجه تتقوى كويس قوي. يعني انا لو جيت اعمل نيك سايد بيندنج ولقيت ان ودني لمسه كتفي ومرتاحه خالص ومفيش اي ستريتش سنسيشن في الناحيه الشمال، يعني انا بميل راسي يمين المفروض ان انا احس بستريتش سنسيشن خفيف قوي في الناحيه الشمال. طب لو ما حسيتش الاستريتش سنسيشن ده معناه ان العضلات والانسجه في الناحيه الشمال ضعيفه قوي، لازم تتقوى، لان الويك ماسلز هاف زيرو ستريتش سنسيشن ات ا ستريتش بوزيشن. لما بتوصل للستريتش بوزيشن بتاعها معناه ما بتبقاش حاسس فيها باي ستريتش سنسيشن، دي الويك ماسلز لازم تتقوى. طب يعني كده الحمد لله عرفنا ايه هي العضلات اللي المفروض نقويها والعضلات اللي المفروض نعمل لها اطاله. العضلات اللي نعمل لها اطاله هي اللي ما بتوصلش للفول لينس بتاع الرينج بتاعها، يعني الرينج بتاع الشولدر وصل لحد 180 190، لا هي بتوصل لحد 160 وتقف، مش قادره تعمل اكتر من كده وحاسس ببدايات ستريتش سنسيشن، ده معناها ان عندي عضلات قصيره او انسجه قصيره لازم اعمل لها اطاله. طب وصلت لحد 180 190 ومش حاسس باي ستريتش سنسيشن معناها ان العضلات دي ضعيفه، الصح اني اقويها. طيب يبقى بالتالي dont seek
فول اكستنسبيليتي، اوعى يكون سعيك ان يكون عندك اكستنسبيليتي كامله، ان الانسجه بتاعتك تكون كامله الرشاقه، ان يكون كامله حريه الحركه، ان اوعى يكون هدفك انك توصل للشولدر 190 درجه بدون ما تكون حاسس باي ستريتش سنسيشن، اوعى يكون هدفك انك توصل ان ودنك توصل لكتفك بدون ما تكون حاسس باي ستريتش سنسيشن، الا في حاله واحده بس، اذا كنت اسيليت، إذا أنت راجل رياضي ومحتاج الليونة دي في اللعبة أو الرياضة اللي بتلعبها، وعضلاتك أنت أوريدي بتقويها أكتر من الإنسان الطبيعي، فبالتالي هتعمل فول سبورت للمنطقة دي. يعني ودن اليمين عشان تلمس كتفي اليمين، ده معناه أن عضلات كتفي الشمال، عضلات رقبتي من ناحية الشمال بكتفي كلها حصل فيها فول إلاستيستي. طب الفول إلاستيستي دي معناها أن أنا محتاج قوة للعضلات دي كبيرة قوي عشان تدعم الليونة دي. فالنقطة دي ما بنلاقيهاش عند إلا عند حد أسيليت. الأسليت هو اللي عنده عضلاته في المناطق دي قوية، فتقدر تدعم المنطقة أثناء ما فيها ليونة بنسبة 100%. يبقى أنت سعيك مع نفسك أو مع المريض اللي بتعالجه أن يكون عنده ليونة بنسبة 90% من المفصل، قادر أن يوصل للرينج فور رينج في موشن بتاع المفصل بس مع شوية استريتش سنسيشن خفيف. ما يكونش سعيك مع المريض بتاعك أو مع نفسك أنك توصل للمية في المية إلاستيستي، انك توصل لنهاية الرينج بدون ما تبقى حاسس بأي استريتش. انا بأكد على النقطة دي قوي، لان ناس كتير قوي بتغلط فيها، ومجرد ما بتعمل استريتش بيبدأ يقولك اه ده انا رقبتي ما كانتش بتوجعني بس ما عملت استريتش رقبتي وجعتني، انا ظهري ما كانش بيوجعني ما عملت استريتش حسيت ان الحالة ساءت وبقت توجعني، ده لانك ما قوتش العضلات اللي بتدعم النسيج اللي انت عملته له استريتش، او وصلت للفول إلاستيستي بدون ما العضلات ما تكون مجهزة انها تشيل الحمل. تايبس اوف استريتش، عندي 8 انواع للاسترتش: الديناميك استرتش، الباليستيك استرتش، الاكتيف استرتش، الباسيف استرتش، الستاتيك والسيلف استرتش، والايزومتريك استرتش، والبي ان اف استرتش، والموبيلايزيشن. هنبدا مع بعض نشوف فيديو عملي عن كل نوع منهم ازاي بيحصل وايه الفايده، او بستعمل كل نوع منهم في ايه. السبب ان انا عندي اكتر من نوع من الاسترتش، ما اكيد الهدف مش مجرد ان بعمل اطالة للعضلة، اكيد في هدف تاني وإلا كان نوع واحد منهم يكفي. فهنفهم استخدام كل نوع منهم وهتنبهر بيه ان شاء الله. هنبدأ اول نوع معانا وهو الديناميك استرتش. هنبدأ مع بعض بوظيفة الديناميك استرتش، وهو انه بيعد العضلة بيجهزها انها تشتغل في الاوتر رينج اوف موشن، زي ما درسنا في المانوال ماسل تيست. عندي اوتر وميدل وانر رينج اوف موشن لكل عضلة. الاوتر رينج اوف موشن ده الرينج اللي بتكون فيه العضلة فولي لينسد، يعني العضلة بالفعل بتكون في وضع الاستطالة بتاعتها. طب وظيفته ايه؟ انه بيعمل وورمينج اب of the muscles for speed sports، يعني بيسخن العضلات. مش يقولك سخن قبل شويه قبل التمرين، هو بقى ده نوع الاسترتش اللي بيستخدم للتسخين قبل ملعب رياضات بتحتاج الحركه بسرعه، مش بتحتاج قوه، هي بتحتاج الحركه بسرعه، زي لعب كره القدم، زي السباحه، زي الجري، زي الملاكمه، زي الماراثون، جري في الرياضات السريعه جدا. فاي رياضه بتحتاج سرعه بستعمل لها دايناميك استرتش عشان اعمل تسخين. طب هو عبارة عن ايه الديناميك استرتش؟ ده عبارة عن repeated slow stretch، عبارة عن four range of motion movements used in your sport. يعني انا دلوقتي جاي العب رياضة، حركة الجري بتاع الرياضة بستعملها full range of motion عشان تعمل لي stretch للعضلات اللي هيتم استعمالها في الجري. جاي السباحة الفور رينج اوف موشن بتاع الشولدر، هعمل فور رينج اوف موشن شولدر اوفر هيدز، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، وبالتالي ده اسمه دايناميك استرتش وبيكون في سلو موشن. طب نفهم الكلام اكتر مع الفيديو، نبص سوا كده. هنا دي واحدة بتلعب رياضات جري، رياضات سريعة، شوف بتفرد رجلها لفوق مستقيمة، طالع نازل طالع نازل وسلو موشن، ده ريبيتد سلو استرتش بالمنظر ده. طب دي واحدة تانية برضو بتعمل repeated stretch للبيروفورمز ماسل، repeated stretch للبيروفورمز ماسل، ده dynamic stretch، طالع نازل، dynamic يعني حركي، فطالع نازل full range of motion بالمنظر ده. يبقى اي عضلة بعمل لها stretch رايح جاي على الاسترتش فور رينج اوف موشن، يعني باخد الرينج من اوله، من اول الانر والميدل والاوتر رينج اوف موشن باخدهم بعمل استرتش للعضله في الاوتر رينج، ده اسمه دايناميك استرتش بالمنظر اللي احنا شفناه ده. طب ننقل بعد كده، عندي تاني نوع من الاسترتش هو الباليستيك استرتش. يبقى دايناميك استرتش هو عباره عن ريبيتد سلو موشن وبيستخدم في الوورمنج اب في التسخين قبل الرياضات سريعه الحركه. طب الباليستيك استرتش، الباليستيك استرتش هو بيبريبير العضله، بيجهز العضله انها كونتراكت في الانر والميدل رينج اوف موشن. طب وده بيساعدني في ايه؟ بيعمل وورمنج اب
فور هارد سبورتس لرياضات القوة، ده بيستخدم للتسخين في رياضات القوة زي رياضات الجيم، زي السويدش لعب السويدي ماشي، زي الهارد وركرز أي عامل هيعمل شغل شاق. انت وانت داخل شغلك علاج طبيعي، انت شغلك مش سبيد سبورت، انت شغلك هارد وورك. فالهارد وورك بتاعك ده يحتاج انك تسخن قبل ما تبتدي شغلك في كل يوم كده، تعمل باليستيك ستريتش. فالباليستيك ستريتش بيعمل وورمينج اب للهارد سبورتس. طب تعرفوا ايه الباليستيك ستريتش؟ هو ده معناه انك بتاخد الاستريتش بوزيشن، بتحط العضله في الاستريتش بوزيشن. وسبق وعرفنا الاستريتش بوزيشن اللي هو الوضع اللي العضله فيه بتكون فولي لينسد للافيلابل لينس، فولي لينسد في الافيلابل لينس، ما دخلتش لسه جوه الرينج. بعد كده بعمل ايه؟ باونس ان ات. يعني ايه باونس ان ات؟ بخش جوه الرينج سنه واطلع تاني. بخش يعني انا باخد الاستريتش بوزيشن ده بدايه الاستريتش خالص، باونس ان ات معناها اني بزود سن عليه، سنه صغيره عليه وارجع تاني، سنه صغيره عليه وارجع تاني، سنه صغيره عليه وارجع تاني. فانا بخش جوه الاستريتش سنه وارجع، سنه وارجع، سنه وارجع. طب نبدا نشوف الفيديو سوا كده. ادي قدامي اهو، شايف هي خدت وضع الاستريتش ده، الوضع الاستريتش بتاع عضله الهامسترنج، رايحه جايه عليه، رايحه جايه عليه، بتباونس بالمنظر ده، بتوصل للاستريتش بوزيشن ورايحه جايه بالمنظر ده. ده اسمه باليستيك استريتش، ده بتعمله لكل عضله في جسم. نبص عليه تاني، خدت الاستريتش بوزيشن بتاع الهامسترنج وبتبدا تباونس ان ات، رايحه جايه جوه الاستريتش سنه، وبكده بتعمل وورمنج اب قبل الهارد سبورت زي الجيم زي السويدي، زي ان هي اصلا شغلها اليومي هيحتاج منها عضله الهامسترنج. دي التمرين ده بيستعمل لاي حد هيقف في يومه فتره طويله. الهامسترنج من العضلات الهامسترنج جلوتيس وبايروفورمز، كل العضلات اللي ورا في الجسم بتستعمل في الوقوف طول اليوم. فالعضلات دي محتاجه ان يكون فيها التسخين ومحتاج فيهم قوه كبيره. فالعضلات دي اللي انت بتسخنها بالباليستيك ستريتش. كده عندي النوع الثالث وهو الاكتيف ستريتش. الاكتيف ستريتش بستعمله لو عندي ليميتيشن بسيط في الرينج اوف موشن، يعني انا عندي الشولدر رينج اوف موشن 180 190، لو بجيب لحد 175 لا مش هستعمل اي نوع تاني من الاسترتش، انا هستعمل الاكتيف استرتش، ده النوع الامثل لو عندي ليميتيشن بسيط في الرينج اوف موشن، فهو يوزد فور مايند ليميتد رينج اوف موشن، وبيستعمل اون ديلي بيسز، يعني بيستعمل يوميا عشان تحافظ على صحتك، عشان تحافظ على جود اكتيف بوستشر. يبقى الاكتيف رينج اوف موشن ده المفروض تمارين انت بتعملها يوميا عشان تحافظ على صحة المفاصل بتاعتك وعلى صحة عضلاتك وعلى المدى الحركي بتاعك، تمنع ان يحصل لك اي ديفورميتي. يبقى انا لو عايز امنع حدوث الديفورميتي بستعمل الاكتيف ستريتش يوميا. طب هو عبارة عن ايه الاكتيف ستريتش ده؟ ده عبارة عن اني باخد الاستريتش بوزيشن، وزي ما قلنا هو الوضع اللي العضلة بتكون فيه فولي لينسد واصلة للطول اقصى طول هي تقدر توصل له، بداية الاستريتش هو اسمه الاستريتش بوزيشن، وبثبت عند بداية الاستريتش دي، واول ما اثبت اشغل الانتاجونست مسل العضلة المضادة. يعني انا بعمل استريتش للهامسترنج، هوصل عند الاستريتش بتاع الهامسترنج وراح مستعمل الكوادريسبس كونتراكشن في انه يعمل لي استريتش للهامسترنج. زي ايه الكلام ده؟ نبص سوا كده على الفيديو. هنا بتعمل استرتش للهامسترنج، وصلت للاسترتش بوزيشن بالمنظر ده، ها وراحت شده بقى شهية، وصلت هنا استرتش بوزيشن وراح مشغلك كوادريسبس بالمنظر ده كده، كوادريسبس بتشغل لك يعني منطقه الهامسترنج، يا حاسه الاسترتش في المكان ده، كوادريسبس اللي شغاله وبتشد الهامسترنج لفوق، هي كده بتعمل استرتش باستخدام الكوادريسبس. طيب ادي وضع تاني برضو، هنا بالوضع ده هنا استخدم الكوادريسبس والاليسواس في انه يعمل استرتش للهامسترنج، برضو بيرفع ويثبت من 10 ل 30 ثانيه، وبعد كده هي ريبيت من 3 ل 6 مرات. يبقى نبص تاني على الفيديو، هي كده وصلت لحد الاسترتش بوزيشن، ها وراحت عامله كونتراكشن في الكوادريسبس. طب بينما الشخص التاني من وهو قاعد عادي خالص، ده وضع الاسترتش برضو بتاع الهامسترنج، وراح شادد الكوادريسبس ورافع بالاليسواس رجله لفوق، وبكده زود الاسترتش على الهامسترنج مصل. طيب نبدا ننقل على الاسترتش الرابع وهو الباسيف استرتش. كده قلنا الديناميك ده بستخدمه ان انا اعمل وورمنج اب للرياضات السريعه زي لعب الكوره زي السباحه زي الجري وخلافه، بينما الباليستيك ده اللي بستعمله ان انا اسخن قبل الرياضات القويه زي رياضات لعب الجيم زي رياضات السويدي زي شغلي طول اليوم الهارد وورك. طب الاكتيف ستريتش ده اللي بستعمله عشان احافظ على صحتي، بعمل اطاله للعضلات باستخدام الانتاجونست ماسل، بوصل عند البوينت اوف ستريتش واعمل ستريتش بالانتاجونست ماسل. طب الباسيف ستريتش بقى ده اللي بستعمله لو عندي مودريت ليميتد رينج اوف موشن. يبقى انا وعندي الشولدر النورمال رينج بتاعه لحد 180 190، لا انا لقيتني بوصل لحد 150، لا
لا لحد 150 ده كده مودريت لي ليميتد رينج اوف موشن، 150 160 ده مودريت ليميتد. طب لا يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل باسيف ستريتش. طب ايه تاني بيعمله الباسيف ستريتش غير انه بيفتح لي الرينج اوف موشن؟ ده بيستعمل للكولينج داون افتر سبيد اكسرسايز. لو عندي سبيد اكسرسايز، رياضات الجري ورياضات الكوره ورياضات لعب السباحه الكلام ده كله، خلصت الرياضه عايز جسمي، مش دايما كده ما تلعب الرياضه تلاقي نفسك راجع منها جسمك مكسر وعايز ترتاح وعايز تاخد دش والكلام ده كله، لا قبل ما تعمل اي حاجه من دي وقبل ما ترتاح اعمل باسيف ستريتش. ده بيعمل كولينج داون للمسلز، بيهدي العضلات، بيمنع الانفلاميشن بتاع العضلات. انت مش متخيل تاثيره سحري قد ايه. يعني لو عندك عضلات شد عليك من تمرين اعمل لها الباسيف ستريتش، هتمنع عنها الانفلاميشن. طب شكله ايه بقى الباسيف ستريتش ده؟ نفس الاكتف بالظبط مع اختلاف بسيط، ان انا هنا باخد الاستريتش بوزيشن زي الاكتف بالظبط، وبثبت فيه زي الاكتف بالظبط، وببدا اعمل الاستريتش مانوالي. يعني الناحيه الثانيه كنت بعمله اكتف باستخدام عضلات جسم انا، لكن هنا استعمله مانوال باستخدام يا اما السيرابست معايا بيساعدني في اني اعمل الاستريتش، يا اما زي ما انتم شايفين في الصوره كده هو هنا بيعمل باسيف استريتش للفور ارم ماسلز او الريست فليكسورز، بيعمل لهم باسيف استريتش. شايفهم مستعمل ايده الشمال عشان يعمل استريتش لايده اليمين، فهو هنا بيعمل باسيف استريتش بالمنظر ده. هو ده الباسيف استريتش، خد الاسترتش بوزيشن وثبت، وبعد كده زق بايده الثانيه. تقدر تعمله سيلف ويقدر سيرابست يساعدك فيه لو بتعمل العضله زي الهامسترنج مثلا. هنبدا نشوف مع بعض الفيديو. هنا هي بتعمل استريتش للبكتوراليز ميجور، للبكتوراليز ميجور بتشد ايديها بالمنظر ده. هنا السيرابست اللي بيشد ايديها، هي وصلت للاسترتش بوزيشن والسيرابست شد اكتر، عمل استرتش اكتر على العضله. نشوف الفيديو تاني. وصل للاسترتش بوزيشن وبعد كده اهو من هنا هتلاقيه هيبدا يزق لورا كمان سن، اهو شد لورا كده حقق الاسترتش، دخل سنه بزياده في الاسترتش، وبكده عمل استرتش باسيف استرتش للبكتوراليز ميجور. طيب النوع الخامس عندي وهو الاستاتيك استرتش. الاستاتيك استرتش ده النوع اللي بستعمله لو عندي هايلي ليميتد رينج اوف موشن. يبقى انا قلت عندي الاكتف ده بستعمله لو عندي مايلد ليميتيشن في رينج اوف موشن، الباسيف لو عندي مودريت ليميتيشن في رينج اوف موشن، والاستاتيك لو عندي هاي ليميتيشن في الرينج اوف موشن. يبقى انا بستعمل الاستاتيك اوبنز ذا هايلي ليميتد رينج اوف موشن، وبيستعمل برضه في الكولينج داون لكنه افتر الهارد اكسرسايز. يبقى انا عندي الدايناميك ده اللي بسخن بيه للسبيد اكسرسايز، الباليستيك ده اللي بسخن بيه للهارد اكسرسايز، الباسيف ده اللي بعمل كولينج داون بعد السبيد اكسرسايز، الاستاتيك ده اللي بعمل كولينج داون بعد الهارد اكسرسايز. طب يعني ايه زي ايه الهارد اكسرسايز؟ قلنا زي شغلك انت بقى، انت كدكتور علاج طبيعي طول النهار شغال وطالع عينك، تعالى بالليل هتلاقي جسمك مكسر شويه، لازم اول ما تخلص جلساتك يوميا كده تعمل كولينج داون للمسلز بتاعتك باستخدام الاستاتيك ستريتش. وكذلك للمريض برضه بعد الجلسه بتاعتك يفضل انك تعمل له استاتيك ستريتش، يعمل بيه كولينج داون. طيب الاستاتيك ستريتش ده تعريفه ايه؟ نفس الباسيف بالظبط، باخد الوضع الاسترتش بوزيشن وبثبت فيه وببدا ازق، لكن مش هيكون باستخدام لا سيرابست ولا باستخدام جزء من جسمي، ده انا هستخدم ويتس، هستخدم اوزان، هستخدم اوزان من حواليا، ممكن استخدم اوزان رمل، ممكن استخدم دنابل، ممكن استخدم البادي ويت بتاعي انا. وده اكبر مثال واشهر مثال عليه هو استخدام البادي ويت زي اليوجا بوزيشنز. يعني الوضع اللي في الصوره ورا ده كده هو كده بيعمل ستريتش للهامسترنج ماسلز، بيعمله باستخدام البادي ويت بتاعه. ده كده شكل للاستاتيك ستريتش، بيعمله باستخدام البادي ويت بتاعه. نبدا نشوف شكل تاني، هنا برضه بيعمل ستاتيك ستريتش للهامسترنج. وصل وضع الاسترتش وبعدها ثبت عشان يحقق الوقت الكافي انه يعمل ستريتش للهامسترنج. ده كده ستاتيك ستريتش يوزنج البادي ويت بالمنظر ده. ده انت لو عملته كل يوم لعضله الهامسترنج بتاعتك ما تقصرش ابدا. هنا برضو هنا واحده ثانيه هتعمل ستاتيك ستريتش للهامسترنج، نفس اللي كنا شايفينه في الصوره من شويه. شوف نزلت على رجلها باستخدام البادي ويت وثبتت، مش اكتر من كده. واشهر مثال على الحاجات دي هو اليوجا بوزيشنز. عايز ستاتيك بوزيشنز اكتر من كده، ابحث عن اليوجا بوزيشنز على جوجل او على اليوتيوب. بعد كده عندي سادس نوع معايا وهو الايزومتريك ستريتش. الايزومتريك ستريتش بستعمله حاجه مهمه جدا للبوسترال بين والبوستر كوركشن، البوسترال بين والبوستر ديفورميتي كوركشن. لو عندي اي وجع اثناء ما انا واخد وضع معين ده اسمه بين ديورنج البوستر، وانا قاعد وجع في ظهري وانا قاعد، وانا قاعد في وجع في رقبتي، وانا واقف في وجع في ظهري، الاوجاع اللي بتيجي نتيجه البوستر بتكون بنسبة 100% بسبب مصل. مجرد ما تعمل لها الايزومتريك ستريتش البوستشر بين راح خالص.
يعني انت دلوقتي لو انت قاعد تتفرج على الفيديو ده دلوقتي ورقبتك بتوجعك، اعمل ايزومتريك استريتش لعضلات رقبتك، مش هتلاقي في وجع نهائي، هتلاقي الوجع ارتاح جدا. بس طبعا ده الكلام ده كله بيخش تحت القانون اللي قلناه في بدايه الفيديو بتاع الجايد لاين، ان قلنا ان قبل او بعد ما اعمل اي نوع من انواع الاسترتش لازم اعمل سترينسنج عشان الريكرنس. لكن مجرد ما تعمل ايزومتريك استريتش حالا، جربها على نفسك، هتلاقي الوجع انتهى تماما تماما. لكن عشان ما يحصلش ريكرنس تاني هتحتاج تعمل سترينسنج، وان شاء الله نتكلم عليه في فيديو تاني. فالايزومتريك ستريتش هو عباره عن اني باخد الاسترتش بوزيشن، بعد كده بعمل ايزومتريك كونتراكشن بالاجونست ماسل. الاجونست ماسل يعني انا عندي زي النوع الاولاني اللي قلنا عليه في الاول اكتف ستريتش، انا باخد الاسترتش بوزيشن بعد كده بعمل كونتراكشن بالانتاجونست، انا هنا هعمله بالاجونست ماسل. طيب ايه المثال على كده؟ نبص معانا في الفيديو دلوقتي. ادي واحد ياباني ولا كوري قاعد هيعمل ايزومتريك ستريتش لعضلات الرقبه ناحيه اليمين، اللاترال نيك سايد فليكسورز. حتى لو تلاحظ بص تاني في اول الفيديو قال لك انا هشد كده، انا هشد شمال وراسك بتزق يمين، فهو دلوقتي بيشد شمال وراسه بتشد ناحيه اليمين. بتثبت من 10 ل 15 ثانيه. طيب ده فيديو تاني. هنا بيعمل ايزومتريك ستريتش للهامسترنج ماسل. اهو بص على العضله على مكان الهامسترنج ماسل كده الخلفيه بتاع الفخذ، هتلاقيها بتشد كده، رخت اهي، هتلاقيها بتشد تاني دلوقتي كده شدت، حتى تلاقي الرجل ارتعشت سن وهو بيشد. بيثبت على الايزومتريك ستريتش من 10 ل 15 ثانيه بالمنظر ده، 10 ل 15 ثانيه وريليز. ده كده الايزومتريك ستريتش لاي بوسترال بين. طب هننتقل للنوع الاخير معانا النهارده في الانواع، لان طبعا الموبلايزيشن ده نوع من انواع الاسترتش لكنه بيسترتش الليجمنت والكبسول، ودي محتاج شرح فيديو كامل هيحصل بعد كده ان شاء الله. فمعانا دلوقتي التكنيك رقم 7 وهو البي ان اف تكنيك، وهو اختصار لبروبيوسبتيف نيوروماسكولار فاسيليتيشن. لو ما انتش فاهم معناه سيبك من معناه خالص، اللي يهمنا انك تكون فاهم ازاي بتطبقه وفايدته ايه. فالبي ان اف تكنيك بص تحت كده، بص تحت الفيديو، هو عباره عن ايزومتريك ستريتش زائد نوع او نوعين كمان من انواع الاسترتش. اذا فالبي ان اف هو عباره عن ايزومتريك ستريتش، بتطبق الايزومتريك ستريتش بس مش بتستوب على كده، مش بتوقف على كده، ده انت مجرد ما بتخلص الايزومتريك ستريتش ممكن تعمل باسيف ستريتش، ممكن تعمل اكتف ستريتش، ممكن تعمل ستاتيك ستريتش لو الوضع اللي انت واخد فيه الاسترتش يسمح، وهكذا. هنشوف دلوقتي فيديو مع بعض. طب ايه فايده البي ان اف ستريتش؟ نفس فايده الايزومتريك ستريتش، ان هو بيستخدم للبوسترال بين والكوركشن، زائد انه بيمبروف المسل اويرنس، بيمبروف المسل اويرنس. بيكون في ناس فقدت التحكم في عضلاتها، دي هتقابلها مع ناس كتير قوي، تقول له كده شغل عضله البيفورمز واعمل الاكشن ده، هتلاقيه مش عارف يحركها خالص، مش فاهم ايه الاشارات اللي ممكن تيجي من مخه توصل لها. ده نتيجه نقص البروبيوسبشن اللي جاي له من العضله دي، نقص البروبيوسبشن. طب احنا التكنيك بتاعنا اسمه ايه؟ بروبيوسبتيف نيوروماسكولار فاسيليتيشن، فهو دوره يزود البروبيوسبشن، فبالتالي هيحسن لي البوشر وهيحسن البالانس وهيعمل ري ايديوكيشن للعضلات، انها يعني هيزود تحكمك في العضلات، يعمل لها اعاده تاهيل انك تتحكم فيها تاني. طب نبتدي مع بعض نتفرج على الفيديو كده. البي ان اف تكنيك هو هنا هيعمل بي ان اف للريست فليكسور ماسلز. بص عمل ايه؟ بص على عضلات القلب بتاعته، تبص انا هجيب الفيديو تاني اهو من اول، بص على عضلات البايسبس تلاقيها شدت، بص على وشه تلاقيه كرمش، تلاقي وشه كرمش، بعد كده ارتخى وعمل باسيف ستريتش، هو دلوقتي عمل ايزومتريك ستريتش فولود باي باسيف ستريتش. بص فيها تاني، حابب تراجع الفيديو من اول تاني رجعه. ها هنا هيعمل باسيف البي ان اف تكنيك ماشي للشيست ماسلز بيكتوراليز، بص على تعبيرات وشه هتلاقيه شد، ودلوقتي بيعمل ايزومتريك، بعد كده تلاقيه ريح وعمل الستاتيك ستريتش. ده كده هو بيعمل بستاتيك ستريتش بالبادي ويت بتاعه لقدام. ما احنا شفناها مره انه ايزومتريك بعد منه باسيف ستريتش، مره ايزومتريك وبعد منه ستاتيك ستريتش. طب دلوقتي الفيديو الاخير هيعمل لي البي ان اف للهامسترنج ماسل، بص لو ركزت كده هتلاقيه عمل الايزومتريك وبعد كده هيخليه يشغل الكوادريسبس. ده بي ان اف للهامسترنج ماسل، بص هيشاور له دلوقتي على الكوادريسبس، شاور له عليها اهو ويشغلها، بص على الكوادريسبس تلاقيها اشتغلت. ها نبص عليها تاني لقطه كوادريسبس، ادي الفيديو كده، هو عامل ايزومتريك كونتراكشن، هيشاور له على العضله ويخليه يعمل
الاكتف ستريتش. يبقى كده البي ان اف عملنا ايزومتريك ستريتش وبعد منه باسيف كان للريست فليكسورز، وبعد كده عملنا ايزومتريك ستريتش وبعد منه ستاتيك ستريتش وده كان للبكتوراليز، وبعد منه الايزومتريك ستريتش وبعد منه الاكتف ستريتش وهستخدم له للهامسترنج ماسل. طب والفايده بتاعتهم كلهم الفايده الاساسيه في الايزومتريك ستريتش. طب اي تكنيك تاني بعد منه اللي تقدر من انواع الاسترتشات تعمله اعمله، لان ده هيحسن من الاويرنس، هيحسن من البروبيوسبشن، وده بستخدمه بالاخص في البالانس. نرجع تاني بقى لانواع الاسترتشات كامله على بعضها. اول واحد الديناميك، وان الديناميك ده اللي بعمل فيه الحركه بتاعه التمرين لكن بعملها في الفور فول رينج اوف موشن، وده بستخدمه عشان اعمل وورمنج اب اسخن قبل السبيد اكسرسايز. بعد كده عندي الباليستيك ستريتش، وده عباره عن ريبيتد باونسنج اثناء الاسترتش بوزيشن، ده بستخدمه ان انا اعمل وورمنج اب في الهارد اكسرسايز او الهارد سبورت او الهارد ورك اللي هو ليك انت بعد شغلك هتعمله. بعد كده عندي ثالث نوع الاكتيف ستريتش، وده قلنا بستعمله لو عندي مايلد ليميتيشن في رينج اوف موشن، قلنا انا عندي الشولدر بيجيب لحد 180، لا هو مش جايب الا لحد 170 مثلا، فده هعمل له اكتيف ستريتش. طب الباسيف ستريتش، لا ده هستعمله لو عندي مودريت ليميتيشن في رينج اوف موشن. طب الاستاتيك ستريتش ده بستعمله لو عندي هاي ليميتيشن او سيفير ليميتيشن في الرينج اوف موشن. وكلاهما الباسيف والاستاتيك بيعملوا كولينج داون للمسلز، الاثنين بستعملهم بعد التمرين، الاثنين بستعملهم بعد داي اوف ورك، الاثنين بستعملهم لما يكون حيلي مهدود من الشغل، بيقللوا لي الانفلاميشن بتاع العضلات وبيقللوا لي الاجهاد العضلي وبيقللوا لي السورنس الاجهاد العضلي الشديد اللي هلاقيه ثاني يوم انا راجع من لعب الكوره جسمي مدغدغ، اعمل حاجه من الاثنين يا باسيف يا استاتيك ستريتش. طيب نقطه كمان بالنسبه للباسيف والاستاتيك ستريتش، انا في زي ما قلنا الهاي ليميتيشن بستعمل له استاتيك ستريتش، طب في حاجات في جسمي مش هقدر اعمل لها استاتيك ستريتش زي الرقبه، عضلات الرقبه وعضلات الترانك من العضلات اللي صعب شويه ان انا اعمل لهم استاتيك ستريتش، فساعتها بلجا للباسيف ستريتش عادي. يعني بالنسبه للرقبه لو عندي هاي ليميتيشن والترانك لو عندي هاي ليميتيشن في الرينج اوف موشن ممكن استعمل لهم الباسيف ستريتش، فهم ممكن يستعملوا بالتبادل عادي، لكن الباسيف ستريتش هو احسن من الاستاتيك في المودريت ليميتيشن، والاستاتيك احسن من الباسيف في السيفير ليميتيشن. طب النوع السادس عندي وهو الايزومتريك ستريتش، قلنا الايزومتريك ستريتش بستعمله عندي بوسترال بين، لو عندك اي بوسترال بين مجرد ما تعمل ايزومتريك ستريتش انتهى الموضوع تماما. طيب بعد كده اخر نوع عندي هو البي ان اف، البروبيوسبتيف نيوروماسكولار فاسيليتيشن، فهو بيعمل بروبيوسبشن فاسيليتيشن، بيسهل البروبيوسبشن هو الاحساس بالعضله والاحساس بالمفصل، ده البروبيوسبشن، فبيسهله ازاي؟ انا بستعمل ايزومتريك ستريتش بعد منه على طول بستعمل اي نوع تاني من انواع الاسترتشات الخمسه اللي فوق اللي قلنا عليهم، وقلنا الجايد لاين بتاعي في الموضوع اني بعمل الاسترتش لازم قبله او بعده اعمل سترينسنج للسبورتنج ماسل، انا بعمل استرتش للبايرفورمز فلازم اعمل سترينسنج بعدها او قبلها للبايرفورمز، بعمل استرتش للفاشيه بتاع الجلوتيال اريا يبقى لازم اقوي عضلات الجلوتس كلها، الجلوتياس ماكسيمس الجلوتياس ميدياس والبايرفورمز، تمام؟ فانا لازم اعمل سترينسنج للعضلات اللي بتدعم النسيج اللي انا بعمل له استرتش. وقلنا ازاي بعرف ان العضله دي محتاجه ان انا اعمل لها استرتش ولا ان انا اعمل لها سترينسنج؟ قلنا لو العضله واصله للفول رينج اوف موشن بتاعها بدون اي احساس استرتش، زيرو استرتش بين، دي كده العضله دي ضعيفه ومحتاجه ان انا اعمل لها كونسنتريك سترينسنج. بينما العضله دي لو واصله للفول رينج اوف موشن بمايلد استرتش سنسيشن، حاسس بزي 10% كده خفيف قوي استرتش سنسيشن خفيف، ده معناه ده النورمال، العضله دي طبيعيه لا يتعمل لها استرتش ولا سترينسنج. طيب العضله لو مش قادره توصل للفور رينج اوف موشن، لا ده معناه العضله دي اكيد محتاجه يتعمل لها استرتش، سواء العضله سواء السكن سواء الفاشيه ايا كان ايه اللي مانع ان المفصل يكمل الرينج اوف موشن بتاعه للنهايه. طيب ودي قدامي تجميعه لتعريف كل نوع من انواع الاسترتشات، الديناميك استرتش ده عباره عن ريبيتد سلو استرتش بوزيشن، ان انا بعمل الحركات بتاع الرياضه اللي بستعملها. طب الباليستيك ستريتش ده عباره عن ستريتش بوزيشن بعمل باونسنج فيه، باونسنج وذ مودريت سبيد، بطلع وانزل كده في الحته الاخيره فيه وذ مودريت سبيد. طب الاكتيف ستريتش ده ان انا باخد الاسترتش بوزيشن واثبت واشغل الانتاجونست. طب الباسيف باخد الاسترتش بوزيشن واثبت وفي حد بيزق لي رجلي او دراعي، يعني في حد تاني هو اللي بيعمل لي استرتش العضله او انا بعمله بجزء تاني من جسمي، بعمله بايديا التانيه بعمله برجلي التانيه، لكن مش العضله نفسها مش بتشتغل. طب الاستاتيك ستريتش هو اني باخد الاسترتش بوزيشن واثبت واستعمل اوزان زي ضنابل او اوزان رمل او وزن جسمي في انه يساعدني ان انا اعمل استرتش، ومن اسهل الاستاتيك ستريتشز هي اليوجا بوزيشنز،
بعد كده عندي الايزومتريك، ان انا بأثبت في الاسترتش بوزيشن واعمل ايزومتريك كونتراكشن بالاجونست. يبقى الايزومتريك بستخدم الاجونست، بينما الاكتيف استرتش بستخدم الانتاجونست. طب اخر واحد البي ان اف تكنيك، وده عباره عن ايزومتريك استرتش زائد نوع او نوعين كمان من اللي عملت ايزومتريك وبعد منه اكتيف استرتش، عملت ايزومتريك وبعد منه ستاتيك استرتش عادي جدا. دي صوره تجميعه لتعريف كل انواع الاسترتشات. وبكده نكون خلصنا الجزء الرخم معانا النهارده، وهو انواع الاسترتشات والجايد لاينز بتاعتها. بعد كده هنخش على الجزء اللذيذ بقى، وهو النك والترانك ماسلز استرتشز، ازاي اعمل استرتشات لكل عضلات الرقبه ولكل عضلات الترانك ماسلز، مجمعين كل العضلات الاسترتشات بتاعتها في فيديو واحد هنشوفه سوا.